فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن يحج متمتعا، نعم، لكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه إلى بلده الرياض، نعم، فهل تمتعه صحيح؟ إذا من أراد أن يحج متمتعا ولكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه إلى بلده الرياض، فهل تمتعه صحيح؟ انقطع تمتعه إذا رجع إلى بلده بين الحج والعمرة، انقطع تمتعه. فإذا كان يريد التمتع يحرم بعمرة ثانية، يحرم بعمرة ثانية ويؤديها ثم يحرم بالحج. نعم. أما أنه يبني على العمرة التي سافر بعدها إلى بلده فهذا غير صحيح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.